نحن بانتظار المواجهة 109 بين نادي الوطن النجمي والزعيم الأخضر الأنصار. بالحلقة الثانية من فقرة ديربي لبنان رح نحكي عن شوية أرقام حول لقاءات الغضب والكراهية. التقوا النجمي والأنصار لهلأ ب 108 مباراة موزعين على الشكل التالي: 72 مرة بالدوري وأربعة بكأس السوبر و15 لقاء بكأس لبنان، 17 موعد ضمن كأس النخبة. ربح النجمي ب 35 مباراة وتعادل ب 36 مباراة وخسر ب 27 مباراة. سجلت فيهم نجمتنا 121 هدف وتلقينا 128 جول. الصراع رقم 73 ببطولة الدوري بيحمل طابع جديد هالموسم بين المتصدر ب 25 نقطة النجمي وصاحب المركز الرابع الأنصار ب 17 نقطة. بيتفوق الأول على خصمه على صعيد الدوري ب 23 انتصار نجماوي و 27 تعادل و 22 خسارة. كمان ضمن بطولة الدوري العام نادي الوطن مسجل 72 جول ومستقبل 74 بمرمى. معلومة أخيرة هالحلقة بتقول: يعتبر موسى حجاج والسنغالي الحاج مالك تال هدافين ديربي التاريخي خلال جميع المسابقات الرسمية برصيد 11 هدف.